بسلمية وعلى إيقاع نشيدهم الوطني توجهوا إلى مكتب المحافظة، فكان الرد عليهم من قوات الأمن هكذا: هم ثوار التغيير في محافظة الحديدة التي تسير كسابقتها تعز في خطوات التصعيد المتمثلة في محاولة السيطرة على المقار الحكومية، فكان لها نصيب مما أصاب تعز من قبلها، حيث تنوعت أشكال القمع، اعتقالات وانتهاكات وملاحقات في الأزقة والشوارع، واستخدام للغاز المسيل للدموع، والنتيجة كعادتها قتلى وجرحى. أما ردود الفعل الدولية على العنف فعلى حالها الصمت. بعد الدماء التي سالت خرجت تعز الثورة كما بات يطلق عليها تشيع أحد فقداها، لكنه هنا ليس ممن سقطوا في أحداث اليومين السابقين، بل هو المبادرة الخليجية في جثمان صوري بعثت به رسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين عقدوا جلستهم الاستشارية في الرياض لمناقشة أحداث المنطقة ومن بينها اليمن، بأن مبادرتهم رحلت إلى غير رجعة، وذلك بعد وصولها إلى طريق مسدود بين أطرافها السياسيين ولعدم تلبيتها لمطالب الشارع الثائر. يا تعز ثوري ثوري، يا تعز ثوري ثوري، نحو القصر الجمهوري، نحو القصر الجمهوري. من اب الى تعز ارسلت دعوة الزحف، فالمحافظات المختلفة باتت ترسل الى بعضها دعوات اخذ مسار الثورة الى الحسم بتنويع خطوات المراحل النهائية من الفعل الثوري السلمي كما سماها ثوار التغيير، واول الوجهات كانت مباني المحافظات كما يظهر هنا في اب. التخلص من كل ما يمت للرئيس صالح ونظامه، المطالبين بالرحيل في إطار حملات تنظيف للشوارع كما يطلق عليها، كان أحد الأمور التي اشتركت فيها بعض المحافظات، كما حدث في منطقتي الراهدة ودمنة خدير في تعز وكذلك البيضاء في الجنوب. إلى إنجاز ثورتهم إذن يمضي ثوار التغيير في خطوات تصعيدهم المختلفة التي يعد العصيان المدني أحد أشكالها كما يقولون، إلا أنهم لا يزالون في محافظة ذمار يناشدون جوارهم الخليجي دعم مطالبهم حتى وهم في طريقهم إلى تحقيقها منفردين. لا تقاوم لا حوار، الراحل